إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عشر كوحو كبلا يا كتابك العربية بين يديك جزك صدحات حاشية صدح بقول يكوبي اللحظة فهم المسموع وعوية فهم يقرأ شاء الله قرطوحي لما قلي أمل رقيستي وعشلدة يعني عشر كوضوبا بعد أن استمعت إلى النص مركز دقيستها هذا الكعشرة تكون طوبا أجب كجواب على الأسئلة التالية سؤالها صوص على مركز كجواب تدريب واحد ليلس كجواب أجب واحد كجواب تا سؤالها واحد كجواب يسا بوضع علامة صواب علامة الصحبة كو قرميش الصحبة أو خطأ مع علامة غلط كو قرميش غلطا واحد على الآباء والأمهات أبياش يهو يوينك واحد دشود سارا وحلكو ذا الإجابة كتوابان عن جميع أسئلة أطفالهم لما سؤالها عرورتو يريد أويديني إلا كتوابان وانا يسنبال لي الله شرحه وحانا يباهيهن وايا واحدوني أن إنا أقول ديرا ظهران وحانا كوهران إنا يحويديرا وريستان إثنين جميع الآباء والأمهات لما هو يوينك يا أبياشو لا يرحبون مسود ويان او ما جعلستان باسئله اطفالهم عرورته سؤالها ويديريان انت بدل ما جعلستان وانا قام ويغان بلغا يابا يعني marka aqoon fiican uma laha in ay ilmaha maskaxdiisa dhisan dhiri giriyaan oo ay wax walba uga jawaaban baan wanaagsan laakiin marar fara badan ma gartaan waalidku faa'idada jawaabtan ugu jirtay ilmaha korintiisa la korinay aqliyan ya qoontiisi iyo marti dhiraantiisa isla marka qaar garan maayaan inay ka jawaabi karaan waxan maartay arurteeda weydiinay marka qaar baan garanay waalidka ku dhuduud talaata yahawlu wuxuu isku dayaa adifl ilmaha yari iktishaaf alaalam inuu adduunyadan uu joogo ogaado siduu ogaan kara aan dariiqa asilati wuxuu ku ogaadaa su'aalaha weydiinaya dadka waxaan waa maxay waxa uu weydiinaya aqoon raadis weeyaan marka waa in looga jawaabo waxa aad garanayso يا مارتي أنت شو أبكرس؟ أربعة أسئلة الطفل المهير سؤالها ويدين هي أهم مكون أحسن من أسئلة الآباء والمعلمين سؤالها ويدين هي الآباء شيء معلمين تو وها كفي عن سؤالها عروته كان عليه وحوي هذا المه وحوي جيسو وها كون أسئلة أدق وش وابتو اللي سوى علمك هو كل ما يبضنه سؤاله يسوسه وش عليه غف غيري ما كان أدق وش وابتو لما ده مهم ويسوق سؤالها وكيانو خمسة لا يستطيع الآباء مكران أبياش والأمهات هو يوينكو الإجابة هنا كتشوابان أود مالي عن جميع أسئلة أطفالهم لما سؤالها عرطوا يرأويدين يان كمو ذي التواب كرام وقارباني شوابتو ذي قرن كرين ويدع كرتائي لقار يعني قرن ويان أي كويدين يان oo midan yaani su'aalaha waxa ku oran kara dayaxa maxaa ka dhigay inuu sidaa u wareegsanaado oo kale iyo muxuu dayax waqti inuu soo baxaa iyo su'aalaha aad markii qaar aad ugu fahmi karin ama dad kugu mud jawaab adag boo baahan ayay ku weydiin karaan marka aad iyo jeer kama wada jawaabi karaan buurin sita yajib waxa waajib ah ciqaabo dafl ilmaha yar in la ciqaabo idaa su'aal haduu weydiiyo aan umuri jinsiyatin arrima la xidhiidha xagga jinsiga xagga galmada hadday ku weydiiyo carruurtu markii qaar baanay garay waxaan inay yacni aanay ka xishoono aanay u arkin wax dhibaato ah marka waxaa laga yaabaa in arrimaha galmada iyo waxa iyo ay wareystaan ilaa waxaan waa maxay waxaan marka in la ciqaabaa waajib u leeyahay maaha in la ciqaabee laguwan laga qanciyo un sabca adiflu ilmaha yari aladii laa yasalu aan dadka waxba weydiin ayaa khayru ka wanaagsan من الطفل المها الذي يسألك وحويديته وحوريه وحوريسته وحكفي عنك أمسا لابد وحوريسته بي لو يفهمه بضن
كان سؤالها بضن هذا يشير وحي ليه أردي المها سؤالها بضن وعمل لها عقلك بضن بيليه وحي أبا بضن با كعقلك بضن با سؤال بضن وهذا يشير سؤالك ولي ديني وحقوه ولي سنية وذكاقة أي الله صعوده أنت بضن سؤالها بضن يا عقل بضن أنت المها كسو صعوده مركا عقل بضن أنت الله مشيقيه وين لكوريه ومارت لكبعية عقلك ثمان يشعر الطفل وحضر مع المها الأتوت بتوتر أذيك يعريني والحفاظ هي نية شب أيو درى ما إذا أهملت حد يروح بلقى سوق هذه وياه أسئلة سؤاليسة سؤاليسة يقول يا شرى وحوى يبغى بهاي حد يروح بلقى سوقات لا إذا سكت هاي معنا ما هي وحاسي نقام المها نية شب إياه حقد ع إنه كجبتو يس الكامبي يعريني بدرمية هذه لقيت شواب وياه وأنا يسق وح يرى أذى خروف ضبه وحوي لا مركا أنا أتقن عن سوء أذو ورنتو أذو كذا عن سوء دال إدمو أتعب الروح كلنا كيانو محاط دم ملايين وبل سؤال كلام ما هي سايو أتكلم سه كيس تا يسق وحط ريان إنه ما هي تدريب تاني ليلة الأبد اختر دور الجواب المناسبة جواب تمشي كوها بون دور سو دور نسوي حيو بوضع دائرة جواب جلي حول الحرف الصحيح حرف الجواب تيس صحته هي حرف كان جواب جلي هذه المقالة قراء الكريم كان كسر شيكيني موجهة واحد كتير دا الأطفال عروت يا رب ك يلاه الله صار وكان كسر شيكيني مقال كان كسر من وين باء الآباء ما أبياش يلاه الله صار والأمهات يهو يوينك المعلمين وهلاه الله صار معلمين تا وعين مكانه كسر مني يعني مهها مرحبا يا جنو مقالة دوات هالكن كو قرن دوبان وحي الله ليس أبياشي هو يده هو يهيك وإن عروت سيوكو جواب الهايني سيوكو عين الهايني أيك هالليسا ومرحبا وحالا صحيا بعض على صحيا إتن انت تناول هذه المقالة موضوع وحي قادنسا مقالة ليس هذا الكن دوباني ألف تربية الأطفال إن عروت المارتي لكوريو ولا تبابرو بقى أسئلة الأطفال سؤالها عروتي كاشي كينيسا جيم ذكاء الأطفال وعكا ورميسا فهم بدنانت يعقل بدنانت عروتا مركا أسئلة مركا صحي سوا بقى ضيئة دناعا وطيكو ورميس واحد سؤالها عروتك ويديان واحد دونا بقى كدشو لكن واحد كو موضوعك هاليا سؤالها ثلاثة على الآباء والأمهات واحد دوشا كسارنا محل كودو يهي أبياشي هو يوينكا مقابلة أسئلة أطفالهم إن كو قابلان سؤال عرضت ويدين يان ألف بالقضب إن كعروضان باء بالصبر إن أي وأتخيستان جيم بالتجاهل إن سلقة تران تجاهل سيد واحد أنقرني إن سلقة سؤالها وأنا من مقلين با وستيتينا مركا بالصبر با ونا يسنقلك يعني سؤال بضانو بحلقة با مشغول خواه وقت بضان كاقاتو أديك معنا بدل ما أنكو سميني إنه إنه كويديان قوي عليه. ييجي لك هو فائدة بدل ما كان له صبر أيه وناسين سؤاله ذي يعني. تعتبر صحيح بعض. أربعة أسئلة الأطفال جميعها لما سؤالها عروت عليه. ألف مفيدة فائدة لله. خاطئة وقلدنتها خاطئة وقلدنتها. جي مهمة ومهم. جي مكان سعنا ومهم. يعني ومهم إحنا نوجدنا. المها ير إن لو توابا سيد هو مهم أما فائدة ديها كوسو كرس أما ينو كوسو كرين كل المها هو فائدة أو سوق دوني ورئيسني ويرهاد عيني لأن كل هو مهم اللي كتوابا لنا ومن ذا الله دير سنين خمسة كثرة أسئلة الدلفل المها ير سؤاله صعب ضني دليل واحد المها ميان ألف على جهله إنه يهي إن أقول الآن أما على الحمى الله استعمل جهله أو يمكن تصارن وتما قال واحد شيء ما هي يعني قد نفلك اللي أنا جهل وكان جهل ومن الجهل كويه يعني هم قرنوا يعني يا كلا مرجع قرش الآن تقول الآن يعقل حمد ولا يا علم الآن تنو ولا يا هذا بالجهل جهلي المهايري إن أنا أقول هين أما عقل يس أنا كريم آيات المام يسا سداجته سداجة سداجة على هذا يعني إن أنا مسرح لي سؤالي وأمر تيسكو يهاي وقف ما نقاب يعني إنه ما نجاب يهي، أية الماميسا، وعيت الماميسا ما نجاب إنه يهي، وعمية الماميسا سؤالها بدني ذكائه جيم إنه عقل بدني، هذا مرة صحيح مركها،
inuu caqli dheer yahay oo qofka su'aasha badan ilmaha yara caqli badnaan badan baa ku jirta oo wax badan oo inuu laga jawaabo oo isweydiinayo oo ka fikirayo su'aalaha maxaa keena fikir baa keena ilmaha yar waa mufakir su'aalaha badan sita idaa lam yujibi aabaw aabayaashu hadday ka jawaabi waayaan can asilati atfaalihim su'aalaha carruurtoodu ay weydiinayaan laja-uu waxay u leexdaan hadaba fiirso caruurtu maxay u leexdaan waa kuwa yarar hadda maaha kuwa rumrumon alif ila almucalimiin macalimiintay su'aalaha weydiiyaan ba alkhadama shaqaalaha gurigay weydiiyaan jiim alkutuba kutubtay weydiiyaan oy ka akhristaan inta badan waxay u noqdaan shaqaalaha eeg iyo weli madarasada kuwa gaalay maaha kuwan marka dad waxaa kuleeyay adigu u jawaab weydo ama kuwa yaroo kale weydiinayaan ama shaqaalaha weydiinayaan dabeedna waxaa loogu jawaabaya si qaldan sida qaldaneed buu u qaadanayaa marka qaar walaa adigu aad u saxdaa oo su-aasha isagoo kama hadhaya su-aasha ilmaha yare oo wax ku taagan haddaad adigu jawaab weydo meelo kale u weydiinaya waraysanaya meelahaas waxaa laga yaray qaldaan dabeedna uu si qaldan u qaato u fahmo sida qaldanaad ugu dhaqmo dabeedna dhaqankiisi ay wax ka bedesho dabeedna waana adigu aad saxdaa waalidkoodu camaasata waa sidaa waa sidaa saamaha saamaha haddii kale meelo kale u waraysanaya wixii oo qaldi kara sabca tiflu insaan ilmaha yari waa qof alif qabiyun nacasa ba kahiiru asilati su-aalo badan jiim dakiyun caqli badan keebaynu saxaynaa markaa baadaynu saxaynaa kahiiru asila ilmaha yari asalkiisu su-aalo badan yahay su-aashan arrintuna waxa weeye macluumaadka ammaan qoota uu leeyahay baa yar xagga maaratay maaha abuurka yacni way aragnimihiis way yartahay waxaa laga yaa waxaan oo kale ku waraysto ugu waxaan maxay tahay xaggee yaa sameeyey maxaa laga faa'iidaa waa iska shay yaroo fudud oo adiga laakiin kuu dhibeen laakiin isaga waxbaa kaga maqan dabeedna su-aashiisu waa saas u badanaysa wax walba in wax ka ogaaduu doonayaa yacni adduunka cusub baa loolasiyay berigar carruurta yacni waxaan dhan ba u wada cusub dabeedna waxaan dhan buu doonaya in wax ka ogaado tamaaniya alaabul caaqilu aabbaha caqliga badani asilati atfaalihi marka waxaa lonaya eeg halkaa waa la baniyay somaad arag asilati atfaalihi asilati atfaalihi waxaa lonaya markaa yuraxibu wuu soo dhoweeyaa laa yuraxib ma soo dhoweeyo yujiibu can asilati atfaalihi marka waxaa la sixi karaa alabul caaqil aabbaha caqliga badani yujiibu wuxuu ka jawaabaa can asilati atfaalihi wuu ka jawaabaa tan kale way noqon kartaa yuraxib wuu soo dhoweeyaa maxay baasilati atfaalihi wuu soo dhoweeyaayo u jeclaystaa oo ilmihiisu inuu wax weydiiyo oo garaad yeesho u dhiiranaado wuu jecel yahay qofka garanaya macnaha waa qofka fahamsan laakiin qofka aan fahamsanayn waadkuyara hadal badan baate waa reer mina baate nida aanu kaa nasane laakiin ninka garanaya waxa meesha ku jira ilmaba ilmaha uu ka su-aal badan yahay ayuu ka jeclaysanaya waayo inuu caqli badan yahay ayuu og yahay oo waxaan gubayaa inay tahay garaad iyo fikir inay tahay buu garanaya tadriib taalid waxa weye layska saddexaad ajib can asilati taaliyati ka jawaab su-aalaha soo socdo bikhtisaari si kooban waaxid limaada yajibu maxay waajib tahay bal hadoo fiirso tashjiicu alatfaal in lagu dhiirigeliyo carruurta yaryar calaa tarxi alasilati inay soo tuuraan su-aalo waa lagu dhiirigeliyaaba waa waajib u kuleeyay in la yidhahdo bal su-aala iweydii ayadoonasa eg waa dhiirigelin taa taa waan ka jira su-aal kale ma haysa su-aal kale ma haysa iweydii su-aal in isaga la weydiiyo waxaa ka fiican inaad taa su-aal ma haysa waa garaadkiisa buu cabirayaa marka marka qaar adoo weydiinaya laakiin waa lagu dhiirigeliya su-aasha caqligiisa dhisaysa waana soofaynaysaa maskaxdiisa garaadkiisana way korinaysaa itniin limaada yas'alu atiflu kasiiran muxuu ilmaha yari in badan wax u weydiiyaa dadka u waraystaa yacni wuxuu doonayaa aqoon dheeraada inuu helo mar walba dabeedna markaasu odhanaya waxaas waa maxay waxaan waa maxay in loo jawaabo weliba lagu dhiirigeliyo weeyaan arbaca limaada yadiiqu maxay limaada yadiiq maxay cidhiidi u galaan bacdu laaba aabayaasha qaarkood baasilati difl ilmaha yar su-aasha maxay cidhiidi uga qaadaan oo yidhaahdaan war naga aamu waad hadal badan tahay niyo kaagan yari ama taada yar su-aalaha badan naga daa qaar baa cidhiidi ka qaada waayo aqoonu ma laha mana fahamsana faa'iidada ku jirta su-aalaha inuu ka jawaabo mana garan karo in badan oo ka mid garaadka ilmaha korintiisa iyo yacnii faa'iidada ay leedahay inay ilmaha yar sheekaystaan oo wax u sheego aad uma garanayo qaar badani dabeedna qaar baa cidhiidi ka qaadayaan cidhiidi ka qaada maa baa lagu leeyahay
ولا كتبابتان خمسة هل نجيب ميان كتوابينا ومسؤولنا كأموسنا عن أسئلة الطفل المها يرسؤاله إيسان الخاصة تقارك هو بالجنس حق القلمضة ميان كتبابنا سؤولنا كأموسنا لماذا ولا كتباب يبال أقوله هدوك ويديو واحنا لوشة كاملة وسوقوا سؤالها كانوا أضو حقا أرمي ميسات أطلنطي ويدي إيساقا كيني كرا ومار سؤاله إيسان كمين دقون كران marka waa in laga qancaya hadii kale su'aasha cid kale u la tigi kara oo si qaldan boo u sheegi kartaa sita mataa yatur qutiflu goor mu iska deyn kara ilmuhu tarhal asila inuu su'aalaha soo tuuro oo inuu su'aalaha soo gudbiyo sabaa maala tafcal idaa in saalaka tifluka maxaad yeelaysa haduu ku weydiiyo ilmo yar oo dhashay aan mawduucaatin cilmiyatin arima cilmiya ah oo tajaruba aanad garanayn walaa kartaa wax aanad garanayn ku weydiiyo cilmi la xiriira marka maxaad yeeli waxaad yeeli kartaa xataa inaad taas su'aalaha waan soo baari oo dad soo weydiiso haddii ay ku kalifiso inaad taas su'aalaha aniga jawaabtooda iga soo ana soo baaray waa dadka weydiiso oo xataa uga jawaabto weey hadii xataa markaan toos uga jawaabi karin inaad waxan maxaa ku geeyay ma aha وأنا يعني وجدتوا بتاعتا وراني كسر جوابي وسؤال هذا جه ونصوب على يعني يسق وعند وين تكوّر استعلمي أولي وتوه سايسا أي حتى لا جابه حتى رجع وديك وزك برضو حاسق سؤال علمي وأنا تجرني تقول سؤال علمي كانوا ما هي علمي جيدي لكن إنه وورت بدونا ونصوب دوني ولا دون تا يعني وفوق كل ذي علم عليم قف وحوضي قانا مشرو عالم خصاتات هو كقل دم كتا وأنا علم حتى قطوت أنا كبارو توان ذي دون تا الله ليس تكتاد يعني ثمانية ماذا تفعل محاد يري إذا سألك طفلك هذو كويدية المها يرى هذا شيء أسئلة غير مناسبة سؤال عن حبونين با مرك قارب كويدين كلا سؤال عن إنلي سويدية بحبونين إستقل لكن ما فهم سنة دبتا إلي هذا أما دي وحا كتش لئي مارتي أضيقة سؤال يعني أما لقى حشون كرو أو إستقل عن ساقو عضي أون دبتي إذا أن دليمين أيو كويدين يا مرك وانا تاسو كره waxaad u jahaynaysaa si macquula oo aad maartay oo oran karto calaligiisa uu fariisay kartaa su'aalahan waqti kale aan ka jawaabi doonaa baa kugu filan hadda marka aan kaaga jawaabo hadda la ilaahdee ee ii kaal marka uu qancay hadda tamar kale aan ku jawaabo bak kale hadda taa hadda waa su'aal ma tahay su'aasha waa laga jawaabi karaa waqtigeeda ka jawaabi doonaa waqti kale aan ka jawaabi doonaa hadda taa halka aan ku daalagay haa dadka kale war ma xishoon ma garanay ilmuhu wax yaraa wuxuu yahay ee maartay aanan in la siiyo ma tadiib raabi لخي سوكوب مسمعتي له واحد يجلس سوكوب واتنوا دقيسي سوكوب قالوا بالك قرار كوبان كبيح يعني وأمرك دقيسي يكون حرنتها التعبير الشفهي والكتابي وهرابو رح حقة أفكا والسؤال أنت أفكا لجاوي ديو لقيت شو أبو قرار لقى سمينية والتعبير كسب بحي والكتابي يتو قرار على أمرك هراء تحريري على بس يسوي كذا أولا التعبير الشفهي أرتك هراء وح هراء كأفكا لقيت شو أبي التعبير كلا سمينية تدريب واحد تبادل الأسئلة والأجوبة إسوي درسه سؤال يجواب أمو ويدين يول علين مع زميلك صاحبك نشاط ثنائي وشبق وشق لجسود يعني لبقف بقى إسوي درسين واحد ما أحب أسماء البنين إليك ما قاعدة إن مضى الله بحير رجع أذوق بحاض كنت عشها هاي لماذا ما قعد شفت محاض يعني كنت على تد كدورتي اثنين ما أحب أسماء البنات إليك هبلها ما قعد الله بحير kaadu ku jacaysaa waakee limaada kaad sheegto maxaa ku jacalatay adana daba taala waa su'aal labaad hadda taa hebel maxaa ku dooratay magacaas la qoonayo talaata ma asmaau albaniin wa ma hay innamada magacyada loo bixiyo allah tii magacyada soo laa tucjibuka aan adiga ku yaab gelinin ku yaab galin waa maxay aan jacalaysanin magacyada aan jacalayn limaada maxaa ku jacalaan weeyde magacyada aad sheegto kuwa sheegtaa su'aashaas uu sii taala hadda taa waa hebel magaca maxaa ku macdiyada daba taala arbaa ma asmaa albanat wa maxay magacyada hablaha loo bixiyo allati laa tucjibuka adiga aan ku yaab gelin ama aanad jacleyn limaada maxaad u jeclaan weydi magaca aad sheegta maxaad u jeclaan weydi khamsa idaa ruziqta hadii lagu siiyo oo ilaahay ku siiyo ibnan hadii ilaahay inaan ku siiyo ku dhasho famaada tusamihi maxaad u bixinaysa magaciisa maxaad u bixin limaada maxaad magaca ugu bixinaysa idaa ruziqta bintan hadii ilaahay inaan ku siiyo ku dhalataba فما لا تسميها إن أنت محاضر بحنا سامع عاضر بحنا سواء مقع ما
لماذا كاد شيء تقول لي هذا أنا ما قام حاضر قبل حسي ما حاضر ما قاعد تدريب تاني لا يرسك لبعض تبادل اسوي دار سدا وصف الصور تلمان تلمام إنسان صور هذا مع زميلك يا صاحب هذا والله بقوي سلام خير يا أخي لو صور يا تلاني اسوي دار سدا أدي صاحبك نشاط ثنائي وحوي و مهوها شغل لبقف قوانيان أي أسرة تفضل لبضن قويسة كم غلا تيابات دور بريسة لماذا لبضن صور كيابا كلق روح بضن لبضن صور كيابا كلق روح بضن وها دور بريسة تدريب ثالث صف طفولتك واحد تلمانك بحزاء عثر لماذا هذه وتلمان أيو لزميلك صاحبك أو شيكي عروا لماذا تصومر توقع شيكي نشاط ثنائي وحوه ايان شغل وقف قبان ايان استعين واحد كاشر تامات هذا قوة رميسو بالنقاط القضبطة نقطته يعني بوينتسكا التالية تسوص عضا يعني هل هذا اللغة هورتك ورن سيدو تنوائسا مثلا ألف مكان الميلاد ما يشعر تقول على تهورت الشيء يعني سيدو قول بيراتو وقعت لها ولدت في كذا هل كاشر تقول شيء في محل كذا مالك هو تكور انت سوماها قيب كاملة تكور انت كلها بلا شدي عروري مضادي اثنين تاريخ الميلاد واحد تكتاك لتاريخ الميلاد تاريخ الميلاد تاريخ يعطينا ثاني شك وقعت في سنة كذا وكذا بعد شيء ثلاثة الأسرة والأهل قويس يحك تدا ثاني شك وقويس كينو محوك الكوبية هاي أبيه يعرور عنك يا عنك سو كلا يدرك ثلاثة لتي أسرة لتي أربعة أيام الطفولة الأولى واحد يكتب معلمه عروض لماذا هذا يوهر ريسانا كور خمسة هل كانت طفولتك سعيدة مياه عروض لماذا هذا ومد نول في عاني الراحة أو حيسين سميها هاي لماذا هطيف في عناد ما حيكون في عناد هطاني في عناد ما حيكون في عناد ويدي ستة الذكريات واحد قرتها واحد قرتها وحيابا حصوص قرة أو حصوص هذا كتلة ولا تنسى آن لإلو من ومن عهد الطفولة حل قي يرانتها وحيابا الحصوصته ونرشي كوكوصة ومري عروض لمو وأنا إلهي كرنا كشاكة وكل أفضل وحسوس ديزا وحكوت شرنا نرشي سي مركو يرى ولا جهري كريا عروني ما نادي وحياة بعد كحسوسته ونرش على صامري وأنا إلهي كرنا ومسك هذا كل دقة ثانية كور ساسا بقول شكل سعرنا ما ديولين تدريب ثاني لا يلزك الله تدريب واحد لا يلزك كوباد أعيد واحد دي بقول علي صاب دي واقلي لا قراءة تمثل قراءة الحرة أخرسك هذا الكي أخرسك أها حرطة أها يا ماذا حبنا أنا أمهوها أغدا قراءة تمثل قراءة الحرة أخرسك أدو أخرسك نسك أقراءة يعني الأخرية الحرة ماذا حبنا أدو أخريسي أمهوها السيئة وانك وقارصدها يكلو ميستهاها الواردة كسو أرورتك قرنيد في صفحة 345 و346 347 صدح راسك قرنا بو ليهي موضوعات ثم قم واحد اسرك على واد قبطها بعاده حكايتها كشيكين تي ادو كسوعلي اي قد ما قد معناها دوخدو باسلوبك حب ادو قاد ليدهي او قر ادون فيغارين كي قرنا اون هقرين معناه قادو تبدنا اريا اد ليدهي اي حب ادو قاد ليدهي ديب او قر او معنيهنا سيتا قر لهانا كدوان مستعين واحد كاشتا في العناصر التالية قضبضن صوص على كاشو وصل أوكل هوريسي مركز قريسو ومحي تاسي كاتب القصة واحد قرطانين كالشيكة قرأيو يشتري إيبسانية أصمك تحبط كلونا من السيئة كي إيبسدي هورتا تاك الشيكة نينكي بالغبان كاها كي إيبسدي نينكي كلوما يستحبط دي كلونا كي إيبسدي وكي إيبسدي هورتا تاك ورن وقضبه تامك كورن دمحاك حيان السياد واحد كورن دهاتنا كلوميسته أو يشكر أمهات نقيا كاتب القصة نكي شيكة قرأي نكي مع القبان كاها سيدي ويسان وقي يسدي أمهات نقيا ويدعو له وندعو عيني إلهنا وبرينا تاسوين صمرها قضب كانك شيكة قضب كسدحات واحد قرطة رأي السياد في سعادة المال سيدي واركي نكي كلوميسته هاي راحة حوالها كترتا سيدي واركي نكي ورن ويساوك وحوين ومواركين راحة النفطة يا قلبك أيوه وين وركاي هذا الأستافراد السياد سعيد مع فقره وعطيك شيء كيسان إنكم وكلوا ما يستها
oo ninku nolol raaxo leh iyo farxad leh isagoo hadana faqiira oo maartay iimaankiisa iyo qanaacada Ilaahay siiyay iyo cibaadadiisa ayuu keentay inuu nolol wanaagsan ku noolaado isagoo aan hadana maal haysan asbaabu sa'adati sayyada bal waxa uu asbaabu sa'adati sayyad sababaha keenay inuu nolol raaxo leh iyo liibaan iyo reereyn la ku noolaado ninkii kalumaystaha ee waliba alfaqiri faqiirka ahaa sababaha keenay waa horeysa caqiidada iyo iimaanka cibaadada iyo qanaacada wax badan buu lahaa dabadna waxaas waxay keeneen inuu qani noqdo oo qani nafsi u haysto asayaadu ninkan ugaarsadaha ahi yushabihu naasa dadka wuxuu ku tilmaamay bisamaka kaluun gabigoodaba oo mar wuxuu ugu tilmaamay ninka faqiirka ahi waa kaluun dabaalanaya badiisoo meel walba mar kale xora ninka maalqabeenkiina waa kaluun badda laga soo saaray oo xabsi ku jira mara wuxuu waa xagga dhimashadana yacni waa sida kaluun bad ku jira oo malaguna ugaarsanayo markaa taana bal kuwaana ka sheekeen yowmin maalin ka waran min xayaati sayaad maalin ka mid a noloshii soo martay nin kalumaystaha ahaa oo maalintan uu farxay ee waxbadii kaluunka ahayd wuxuu isagu ku baayaca inuu ka siistay ninkan aynu ninkan sheekada qoray maalintaana ka waran alfarq waxaad qortaa kala duwanaanta u dhexaysa bayna sayaad ninka muxuu ahaa oo kalumaystaha ah iyo walaqniya kuwa maalqabeenka oo u lahaa dadka ayaa weyneeya ama qiimeeya ama u sara kaca ana ima qiimeeyaan taasaa ugu weyn buu yidhi waxaanu kala duwan nahay laakiin raaxaad ay dhaamaan ma jirta buu waxaad ka warantaa alcalaaqata bayna sayaadi warabbi xidhiirka ka dhexeeya ninkan kalumaystaha iyo allihiisa waxaa ka dhexeeya calaaqo iimaaniya uu rumaysan yahay kalumaystuhu ilaahay uu rumaysan yahay oo ilaahay uu caabudo oo ilaahay ooqula uu alla u yaqaan ilaahay ooqula uu ku xidhan yahay oo cid kale aanu ilaahay la samayn asacaadatu washaqaa'i fi ra'yi sayaad yacnii raaxada iyo nolol wanaagga iyo nolol xumad iyo silica siduu arkayey ninka ugaarsadahay kalumaystaha wuxuu lahaa dadku iyagaa isu keenaya nolol xumada marka ay isku beeraan warwar iyo walbahaar iyo inay wax walba doonaan oo aanay ku xisaabtamin qorshaha iyo qadarka ilaahay markaa taana wuxuu arkayey raaxadu inay ku jirto cibaado iyo iimaan iyo wanaag inay ku jirto tadriibtaani oktub fii daftarika buugaa ku qor mawduucaatin waxaad ku qortaa arrimo bicunwaan halkudhegeedu ha noqdo tarbiyat alawlaad mawduucan way halkaas mawduucan arrin ka qor arrin ka hadal bicunwaan cunwaankiisu yahay tarbiyat alawlaad carruurta korinteeda uu yahay fiimaa laa yaqilu hadal aan ka yarayn can mi'atayn wa khamsiina kelima 250 eray waanan hadalkaa uu ka yaraanin mustaciin waxaad kaashataa bilcanaasiri taaliya qodobada soo socda ikhtiyaari zawji markaad ka waraysa korinta carruurta waxaad ka soo bilowdaa inay gabadhu xulato nin wanaagsan kolka horeba azawjati inuu ninkuna xusho gabadh almunaasabati ku habboon halkaasaa kolka hore ee laga soo bilaabaya oo la yidhahda inankaaga maalin baad u helin kartaabay yidhahdaan waa maalintaad hooyadii guursanaysa yacni waa inaad u maaratay u daydo ama u doonto ad ku dadaashay inaaba arrimaha iskalehe inaad hooyo wanaagsan aada ilmahaaga yacni u daydido ama aada yacni xaaskaagu ku dadaashay inuu qof fiican noqdo halkaa horta laga soo bilaabo fiicnaantana kow waxa ka ah diintaa ugu horeysa alcinaayatu bidifli dadaalka lagu dadaalaya ilmaha yar bacda alwilaadati markuu dhasho kadib dadaalka loo gelayo iyo haddana alcinaayatu in lagu dadaalo bidifli ilmaha yar qabla almadrasa intaanu madrasad gelin in loo dadaalo tacliimu alawlaad carruurta in wax la baro qabla almadrasa intaan madrasadba lagu darin oo waxyaabaha inta badan inaga maqan inaga ayna wakhti badan gelinin wakhtiyaabaha ugu wanaagsan weeyaan ilmuhu ugu fahma badan yahay ugu caqli badan yahay baa lagu leeyahay wax walbana uu xafidayo inta badan aynaan weli muu gaadhin aynu leenahay ayaa la leeyahay intaanu madrasadba gaadhin waa ilmaha wax la baraa tacliimu alawlaad carruurta oo wax la baro fi lmaraaxili tacliimiya xilliyada waxbarashada xilliyada waxbarashada alaasaasiyati aasaasiga dugsiga hoose ka dhexe ka sare waqtiyada ay ku jiraan wax la baro tarbiyatu lwaladi in ilmaha la tarbiya si gaara fii marxalati lmuraahaqa marxalada uu yahay ilmuhu qaangaarka ku dhowaado waa marxalad adag oo u baahan ilmaha in la qabto gacanbira lagu qabto lala taliyo lala joogo la ilaaliyo la toosiyo waa markuu ilmuhu qaangaar yahay rag iyo dumarba marxalad waxay galaan kala guura oo caruurnimadii ka baxayo
وقفوا إنجليو وهولا بدن له يسبدل بدن شركة يسبدل بدن بأكوي مادة فكرة يسبدل بدن بأكوي مادة لقى كين يسبدل بدن بعدين يسنو كوي مادة حالا ده صحو بعندها كعم برين لو قبته لقى المهير أو مارتن روسي شلون بقى وبدل يلمه تبعنا تاسو بعند إن آل لغور هيدونا ومرحلة ده قبته لقى سي وبعند إلى لينجونيا هذا تربية البنت تاسوا أول بقى كاسوا حتى تربية الولد بها إلى كير إلا تربيه لكريه لأدبيه لتوسيه في مرحلة المراهقة مركو قانقارك قليه تربية البنت إن أنت لفت دين لتربيه في مرحلة المراهقة حلق قليه أي قانقار نقونس وحلق هذا هو هذا لابده دباء وأباها ننقار لقاه إلمي يران إسبدل دليان كرأو قادنا طبعات كرأو يران ينتيه راهيم تبعدنا وحانا كو كلفة يماها وحسك يليه الماها waa jirkiisa ku soo kordhay isbeddelka jirkiisa weeyaan dabeedna in la socdo oo la fahamsan adaa muhiim ah oo la toosiyo waqtiga loona dulqaato wax badan la ilaaliyo oo loo ogaado ilmaha yari inay awood kala sidoo tolo ogaado al hadar min astiqa ka digtoona laga digtoonaado saaxiibada ragga ah iyo sadiiqad saaxiibada hablaha ah asu ee xun in laga ilaaliyo arud waa waxyaabaha ugu dhibta badan ugu adag ilmaha ha saaxiibka xun in laga reebo oo saaxiibku wanaagsan loo doono calaqa oo maartay ilmaha inta badan mushkiladaha ay haystay kamid tahay aabaha inaga iyo hooyadu inta badan waalidku ilmaha lama saaxiibo dhaqankeenu waa dhaqan maartay tarbiya ahaan aad u hooseeya waxaa loo baahan yahay inuu aabuhu la saaxiibo ubadka oo waqtigiisu shaqay waqtiga dambe carruurta geliyo u dhex fadhiisa carruurta ma dhex fadhina inagu agaan isku fadhina oo aad wax u dhigto oo aad waaniso oo aad u sheekayso oo aad aqoontooda dhisto oo maartay ilmihi adiga ku eegto adigu aad ka gaar hayso ogaatay ilmihi aru badan oo Soomaalidu waa dhalaysaa tarbiyadiina way hoosaysaa warba uma hayaa meel ay joogaan warba uma hayno habeen kuma hadda is arkaan iyo haddii waabay dadaaleen marka waa in waqti badan la geliyaa carruurta laga warhayaa oo aqoontooda la dhisaa oo la ag joogaa tarbiyadooda la ilaaliyaa wax badan bay u baahan yihiin oo inaga bay adeynaba ka maqan gebiyadba hataas ma baran karaan ilmaha iyo aabihii inaga inta badan ma waa sheekaysanaya waxna isma weydiinaya nin baa war ma laba awr baynu nahay laba awr unba isaga fariistee oo mid badan rumsadaaye soo wax isma weydiino laba nina tala qabeen ahaa nina dantiisu ka shaqaysanayay oo hataa warkana war maxaa warama aan odhan waayey oo ma laba awr baynu nahay laba awr mid isaga fariistee mid badan buu rumsadaa soo wax la isma weydiiyo halkeen ka imid shir intaasu shirbaan ka imid intaasu arimad walmaad xataa warka uun ilaa ninka xataa warka uun ka dhageysan doonaya wax ka dhageysan maa kan sidaa daraadeed yacni ilmaha iyo aabahood haddaan isma wareysanaynin ilmaha cabiga ku jira si uu fikirayo wuxuu doonayo ma garanaysa maxaa horta nimankaa la tahriibaya alaalo waxay isaga warhayaan aabihii ilmahani dambi jiran waxba ugama warhayo waxba u sheegi maayo kayar ma afkarnayo qaar baa isma yaqaanaan kayar balka cidba kuma xidhnaba yaa u macalina bulshada u macalina waxa uu wax ka qaataa bulshada dadka suuqa jooga carruurta la daaday waxaas uu weeyaa adiga xiriirba kulama leh waad waayaysaa un suu joogay markaa ma xoolaa xagguusa u socdaa xagga yaa watay yaa dhalay ilmahan yuu ku xidhan yihin yuu ka tala qaataa waa dhibaatooyinka tanaba ka mid ta hadduu ilmahan yahay ilmada kugu xidhan waxaa nimka dhacay badankoodu may dhaceen wixii dhibaad uga warramayd wixii dhaafanood uga warramayd waxna uu kaa dhegaysan lahaa waanu ku rumaysan lahaa haddaad ilaa yaraanta istaqaanaan ilaagadii aan isma aqoonin waxba isma sheegi kartaan badeen waxna kuma weydiin hadda xama weydiisa walaa kala dhaqaaqaa un dhibaatooyinkay ka mid tahay raadka nimka nagu soo baxay ka mid tahay waayo waxa laala wax xidhiir oo idinka dhexeeyay xataa meel aad kuwa socotaan ma jiraan waxaa jira yacni carruur dhano iskuul sare ka baxayso oon garanayn halka socdaan jaamacadda gelayaan ma garanayaan waxa uu sheegayna ma jirto wax kala taliyayna ma jirto taa maxaa doonaysaa adiga ta maadada haddaad saacad waa wuxuu ku jira form four ma garanayo carruurta markay iskuul hoose tooda loo soo bilaabaa oo la ilaaliyaa wuxuu doonayo waxa ku wanaagsan oo loola taliya waalidka ma garanayo ilmaha yar ilma yarba ma waanin weyn allah cid isaga ka horreysaya ma jirto wuxuu sheegaysaa dhibaatooyinka nolosha waxa ugu horreeya ma jiraan dhibaatooyin badan baa jira marka tarbiyada la dayaco ka soo baxay ubadka oo dee qofkii ilaahay toosiyo mooyaane intii waalidku lahaa iyo intii dadku lahaa iyo wuxuu dhan baa yar gaar ahaan waalidkaa dhibaato weyn haysataa
waxaan ugu sii wacan aqoon la'aan baa jirta waalidkii. Mowduuca tarbiyadana waxba kama naqaanaya gebigeeda, xataa dadka wax yaqaanaan waxba kama yaqaanaan. Dadka xataa wax akhriyay wax garanaya ee aqoon dhigtay waxba kama yaqaanaan mowduucan. Waa mowduuc adag, khatara, waa ka lagu dhaqaalay xoolaha ee dadka, soo xoolaha si looma dhaqo. Oo qof yaqaana oo shilinta ka gura oo qodaxda ka gooya oo cidada ka jara oo hadaadmo soo ma laha oo uma tobarna waa saada ilmuhu. Ilmuhu wuxuu doonaa cidda dhaqaalaysa, caqligiisa dhista, maskaxdiisa dhista, oo jirkiisa dhista, maamulkiisa dhista, oo hagta wax badan buu u baahan yahay. Waxaan inagu wax sii un mooyaane jirku uusan noolaan karaa, laakiin maskaxda waa loo baahan yahay dalaliso. Wax badan baa inaga dhiman, aad iyo aad u badan. Haddaba waxaa jirta haddaba atarbiyatu can dariiq alqudwati alxasana, wata haddaba ilmaha see loo tababara. Waxaad ku tababaraysaa qudwa alxasana, inaad u noqoto tusaale wanaagsan adigu. Salaadii masaajidka aad ku kaxaynaysaa, sadaqada waxaad unaysaa hoo aad ugu bixi hadeegada, kelmaddii wanaagsan adigaa baraya, jaarkaad unaysaa soo baraysaa. Waa waxyaabaha aynu ugu jirin sida wax loo qabto oo dhan, sidau bulshada uga qayb qaadan lahaa, siduu maarata wax u bixin lahaa, siduu shaqo u qaban lahaa, siduu maarata tadxiyo u furi lahaa. Waxa o dhan baa adiga adaa tusaya, laakiin ma aha baa lagu leeyahay afka uga sheegtee horta adigu tus. Waxaa unaysaa sadaqadu wanaagsan tahay, miskiinkaasaynu maanta wax siinayna inakeen hoo adigu sii. Waxaas kama baxayaan weligii, waxaa sunaanaya salaadu saf qoran galaada ina mari saas gelaysaa qur-aankana soo xafidayna ina mari wuu soo xafidaya. Markaad adigu ku tababarto qudwal xasana oo waxyaabaha inaga maqan ayaan u baahanay inaan dib lagu noqono, waayo waana faaqidu shay laa yucdiihi yaraanteeni baynaan soo helin inagu tan oo tarbiyada maynaan soo qaadan inaanu fulinaano waynagu adag tahay. Laakiin waa arrimaha muhiimka in la fahmo u baahan. Qawaacidu luqa, qawaacidda haddaba xagga luqada markaynu eegno, almanquus walmaqsuur walmamduud baan ka hadlayna. Almanquus waa ismi yaa ugu dambayso, almaqsuur waa ismi alif ugu dambeeyo, almamduud waa ismi hamza ugu dambayso, alifna ka horeeyo. Manquus haddii la ydhaha macnaha waa mid wax ka dhimanyihin, maxaa dhiman icraabtiisa saddex marka loo qeybo laba ma muuqdaan, mid unbaa muuqata. Maqsuur waa maxbuus asalkiisu, icraabiba kama muuqato weyaan. Mamduudna waa mid la jiide oo maaratay madle oo hamza ugu dambaysa alifna way ka horeysa. Alamthila tusaalayaasha, udrus baro wallaahi u fiirso haddaba, id antum markaad idinku joogteen bilcudwati dunyaa qarka soke ee dooxa, wahum iyana ay joogeen bilcudwati alquswa qarka shishe, waa beder dooxeedii oo wuxuu yaalaa koonfur iyo waqooyi ayay kala tahay. Cudwati dunya waa xagga waqooyi madiine xigta, xagga asxaabta fariisteen. Cudwati alquswana waa daanta ama qarka sare ee xagga koonfur iyo maka xigta. Markaa halkaa kala fadhideen, maxaanu markaa inagu uga jeednaa adduniya iyo alquswa labada erey waxa weeye waa maqsuur midbaaku qoranta somaha yay kayaadi alif bu akrismaya alquswa iyo dunya. Wamaa tilka biyamiinika yaa muusa, waa maxay taa gacantaada ku jirtaa muusow? Muusa ism maqsuur weeyaan oo alif baa ugu dambaysa, xarakana kama muuqato, waa tahay. Waxaa ku xiga qaaluu samicnaa fatan, waxay yidhahdeen waxaanu maqlay inan yar oo yadkurhum asnaamta hadal haya, yuqaalu lahu ibraahim, inankaa magaciisa ibraahim baa la yidhaha. Fatan baynu ujeednaa, fatan waa ism maqsuur, ismiga maqsuur markuu al leeyahay aliftiisu way joogtaa, hadduu bilaa ali uu nakare yahayna tawiin baa gelaysa, tawiinti baa alifka goynaysa. Fataa buu ahaa, tawiinti way isku dhacaa nuun reebana, alifti baa la jarayaa, tawiinti baa lasoo reebaya, fatan buu noqonaya. Marka haddaad al geliso wuxuu noqonaya alfataa, eekada alfataa waa inanka ragga ah weliba ee qiimaha leh alfataa. Dabeedna markaasa alifti soo baxaysa, marka al ashad tawiinti meesha ka saaraysa, dabeedna alifki baa soo noqonaya. Haadaa hudan, kaani waa hanuun. Hudan waa maxay? Waa ism maqsuur iyaduna, laakiin waa nakiro. Mar hadduu nakiro noqdo alifkaa go'a, tawiin baa fuusha. Alhudaa haddaad tidhahdana tawiintaa meesha ka baxayso oo alif baa soo noqonaya alhuda. Ishtaraytu casan, ulbaan iibsada casan waa ism maqsuur, waa nakiro, tawiin baa la socota, alifti baa go'day. Haddaad algeliso alcasaa bay noqonaysaa, alif baa soo noqonaysa, tawiintaa meesha ka baxaysa oo ashiya tawiintu isuma yimaadaan. Ba waa ism manquus oo fiirso. Asaaci, qofka u howlgala ee ka shaqeeya calal armarati, gabadha agoontaa masalan ee aanin lahayn, iyo walmiskiin qofka baahan. Kal mujaahidi buu nebigu wuxuu la mid yahay, miduu dagaalamaya fii sabiilillahi, ilahay diintiisa u dagaalamaya. Asaaci waa ism manquusiyaaba ugu dambaysa, waad arkaysaa. Rabbanaa innii aslamtu,
إلهي وأنا أقول عندك شيء من ذريتي عرورتي دي في وادي دوح باندقي غير دي غير ها بواد غير دي زرعين أن طلق يوح كبحة أنا شرم أو صحراء وأنا إبراهيم عليه السلام في وادي سو وادي مالتي واسم منقوص تموين باقي شيء يا دوا لقيني لكن هذي على قصو الوادي أيوة نقولها يا دوا يتوجس القضاة قرصور ياشو ثلاثة واسدح قاضياني لبا قرصوري في النار والنار تكتلها والعياذ بالله وقاضي قرصورنا في الجنة جنده كتلها مكا قاضي نوكر قصو قاض واسم قص توين باك شيء يا ديوالا شري هذا أنه ألقل نحن نقولها القاضي أيو نقول يا ديوالا نقولها ربنا الله يقول إننا سمعنا وحن ومقالي مناديا مديريا وينادي للإيمان ذلك هو باقي إيمانك منادي نفرسه واسم منقوص ومنصوب يا ذوي تشوكتا توينتن ولا ساريا وواي كم مغطى فتحته وأخف الحركات ولا إله مكا يدوي كم مغنسا مناديا هذه قاضيا لنا ولا من قاضيا وكم مغنسا إنها بقرة وجيم وغيب تزدحات ونف لأ صفراء أو عول أه ونف كل قرعي وفاقع لونها وقرح بدين يهي مدب كيف ونفطة فرحات قليئة اندوها اي كل اي قيان او اي ديهان ايان نفكا عول كا اي قرح بدين ساعة مركا وحي نكال دينا محي انها محوري صفراء بولي صفراء اي الهي سبحانه وتعالى صفراء فهو لها اسم وحويا ممدود اه محاوضا بيا وحاوضا مثل همز محاكوه رأي الف العلماء ورثة الانبياء تدك علم الدين تلهي وأضطر كان بيضا لحرية لحلقه وذا هايسة وتألو قشيدو يعني يجو علمهم بيك يعني العلماء أنبيضو عد علم كذا يقول شو ما لحلقه أنبيض هالشيء العلماء هو اسم ممدود همزة وضميس ولا يا ولا يا بيديد الشهداء وضطر مرخاتيج أهي إذا ما دعوا هذي مرخاتيجين فران لو غير يديد ها فران وضطر هكذا فرطان الشهداء واسم ممدود أشرحوا إما خواف علىين لاحظ المقصور وحاول في رسالة اسمه مقصور وكتر في القائمة تليسك استبيا لا ألف قيمة ألف فلو في رسالة قيمة أخرى تجد واحد هيري يودوغانيسا أن ألف ألف تيسا حذفتها لقوي لفظا واحد لقوي حقيقين قرالك لفظا عفوا كرد واقي ولا قسري لا خطا حقي قرالك لما قوي في حالة التنوين ولك التنوين تسارنتها فطن أصل ألف تايا أبا الله قراه سو يأدي متعلو لكن ما أخرسهم يسبو كله خطا لفظا لا خطا نواقي والله شرع الفتي وما أخرسهم سو لكن قرالك يأدي ويكون تعلا وحالا قطوسا يا إن ميش ألف كتره سواء واحد اسكم إذا أكان هدو يهي توين الرفع توين تهدي قدال تهي أو جر أما هدي حصلو تهي أو نصف أما كروها نقطة إيه وعندما جاء فتن مررت بفتن رأيت فتن هتاتي هذا أما هقود هذا أما هقرنا أما حصلنا هذا وقال لقوين يا ألف تعالى قلوا واقع ما يو لكن يأدي ويقول يساسور كيدي ولاحظ الاسم المنقوص أفرس أوبر أك اسم المنقوص وكتر في القائمة الليس كالتحن بعضة قيمة بعضة تجد واحد هريسا أن الياء يأدي قد حذفت والا شري منه اسم قوالا يقو يمنقوص يأدي ويكما قنتهي في حالتي تنوين الرفع والجر لبضى قور تنوين أمقو ذال أيتها أم أيها صوتهي لفظا قلوا واقع دا لقلوا واقع ما يأدي وخطا قرال كنا وين مقنتها لبلا أوفرسو لما نقولي لونا رواق ماي أو مرة تان قادن يأدي متعلو وهذا كيس أوفرسو يأدي متعلو آخر سكيد نمشرو وبقيت مع توين نصف لكن مركي توين تكررتها يأدي ويشوكتا ومحال يري مناديا وسيد بوقرنتها القاعدة وحويها دوا جندي كماشي لا الاسم المنقوص اسمه المنقوص هو إسقو الاسم هرتوى مقع المعرب هو العرابة الذي اسم غاسو آخره ياء ياء باوضن بيسا لازمة ياء ذا سوى تشوكتو كما بحضة لازمة المحلوة كتيرا ياء ذا سمر بكما بحضة أسرية وامد أسهل أه أسرية المحلوة كتيرا اسمه كمتها أسهل كيسة إعراض معها وامد حرور لنا قبلها كسرة كسرة كهر ريسا ياء ذا وإذا نوين هذه البحر كلا سارو تنوين هذي فوشو حذفت ياء وياء دي سواء لقويا رفع عن كل قدالك إيه وجر الملك هوستوغا أفرص مثل قاد وهاد وداع نوها القاضي الهادي الداعي سموعين
yaaga waa la goynayaa marka godaalka iyo hoos dhooga hadday tawiino fuuso oo aanay ali ku jirin, haddaan ali ku jirina tawiinu baa gelisa. Alaysa maqsuur, ismiga la ilaaha maqsuur ee maaragtay loo diiday icraab oo dhan, huwa alism waa magaca, huwa alism waa magaca, almucrab waa la icraab, mabni ma aha, waa mucrab. Aladii aakhiruhu alifun, alif waa ugu dambaysa, laasimatu aliftaas waa joogto, marnaba kama maqnaan karto. Asliyatun waa asli, kelmadday kamid tahay dulsaar kuma aha, oo yani kelmadaha qaar asal iyo qaar zaaid, kuwani zaaid maaha. Midlu fataa baa kamida, fatan baa kamida, inan casa ul baa kamida, ama casan ul. Alismu lmamduud, hadaba ismu lmamduudka ah ee la jiido huwa alismu waa magac, almucrab waa la icraabaa, aladii aakhiruhu kaasoo xaggiisa dambe hamzatun hamza ugu dambayso, qablahaa waxaa kore hamzada waa alifkii gaabnaa ee yaraa, hamzadu alifun alif baa ka horeysa, zaa'idatun dheeraada oo marka hore kelmadda aan ka mid ahayn oo kuwa lagu daray ah. Midlu inshaa ayaa ka mid a, hal abuur iyo curis, samaa'un cirkaa ka mid a, khadaraa'u mid dooga a baa ka mid a. Kuwa caynkaasa ee alifti hamzada isku xigtaan isku xigaan hamzadu dambayso waxaa la yihahdaa alismu lmamduud, ismi la jiiday baa la yihahda oo la dheereeyey. Tadriib waaxid layl iskaa daba koobaad, dacu waxaad dhigtaa khaddan xariiq mari taxta alismi lmanquus, ismiga manquus hoostiisa xariiq mari, walmaqsuur maqsuurkana xariiq hoos mari, walmamduudka la jiidayna hoos mari, wabayin waxaad caddaysaa nowcahu nowca uu yahay mid waliba, magaciisa sheeg fii maa yeli waxaan soo socda, hal jumal ba halkaa kugu qoran, halka noocuu baad ku qoraysaa, waa maxay marka ilaahi almushtaka, ilaahay baa loo cabanaya oo loo sheeganaya dhibaatada. Mushtaka waa ism maqsuur markaa, halkaasaad ku qoraysaa markaa oo noociisaad sheegaysaa. Alladii jacala lakum alarda firaashan, allah idinka dhigay dhulka gogol, wasamaa'a binaa'an, cerkana idinka dhigay dhisme. Markaa wasa assamaa'a waxaa odhanaysaa ismun mamduud weeyaan, wakaana amran maqdiyan, wuxuu ahaa arrin la go'aamiyey. Maqdiyan waa ism manquus aad halkaa ku qoraysaa. Addunyaa adduunyadu khadratun waa doogo, indhuhu way ku raaxaystaan, xulwatun waa inay macaan tahay. Addunyaa waa ism maqsuur halkaas ku qoraysaa. Mannaaci lilkhayr, mid is hortaaga wanaagga, muctadin xadgudba muriimi yacni shaki badan. Marka muctadin waa ism manquus waanaysaa oo munawana oo yaadii la gooyey. Ashuhadaau kuwa shuhadada ah ee ilaahay dartii masalan ama markhaatiyadu khamsatun waa shan. Ashuhadaa waxaa odhanaysaa waa ism mamduud oo maaragtay hamsadii baa u dambaysa. Wanazaca yadahu, gacantii buu soo saaray, waa nabiyullaahi muuse, faidaa hiya baydaau linnaadiriin, waa iyadoo dhalaalaysa ololeysa dadka oo arkayaan, dadka arkaya iftiinka arkaya, wax qarsoon maaha. Baydaa waxaa odhanaysaa ismi mamduud oo odhanaysaa. Wamaa yukadibu bihi beenin maaya xaqa ilaa kullu muctadin asiin, mid xadgudba loo dambiila a mooyaan. Muctadin waa ism manquus munawan xudifa, xudifat yaahu, yaadiisii baa la gooyey. Innaa anshanaahunna, annagaa yacni abuurnay, inshaan abuur, inshaan waa ism mamduud oo maaragtay isagana saasaa la odhanayaa. Tadriib taani layliska labaad, haati keen alaati, haati alaati waxaan soo socdo waxaad ku keentaa, fii jumalin jumlooyin, min inshaaika adigu aad curisay, adigu aad curisay ku keen, maca dabti adoo ku koobay bishakli xarake weliba. Ha la arko si aad u fahamsan tahay waxaan aad ka hadlayso. Waa maxay marka isman manquusan marfuucan? waxaad keentaa ism manquus oo keliyaadu ugu dambaysay oo godan. Haddana laba, isman manquusan mansuuba, waxaad keentaa ismiga manquus iyaad ugu dambaysa oo la kor dhabay. waxaad keentaa isman manquusan majruuran, ismigii manquus oo la hoos dhabay. waxaad keentaa isman maqsuuran marfuucan, ismigii alifta ugu dambaysay oo godan. isman maqsuuran mansuuban, waxaad keentaa ismigii alifta ugu dambaysay oo kor dhaban. isman maqsuuran majruuran, waxaad keentaa ismiga alifta ugu dambaysa hoos dhaban. isman maqsuur mamduudan marfuucan, haddana keen ismigii hamsada ugu dambaysay jiidnaa oo godan. isman mamduudan mansuuban, waxaad keentaa ismigan jiidan oo kor dhaban. waxaad keentaa isman mamduudan majruuran, ismigii hamsada u dambaysay oo hoos dhaban. waxaad keentaa isman manquusan xudfat yaahu, waa yacni muctadin oo kale, ama qaadin, ama haadin, ama daacin. ismi manquusa oo yaadiisii la jaray, iyo isman manquusan baqiyat yaahu, isma manquus oo yaadiisii joogto. oo adigo ra'aytu daaciyan, qaadiyan, haadiyan haddaad tidhaahdo, munaadiyan, yaadii way joogtaa. sidaa oo keen bu kulle kuwa wallahu aclam, bisa wa bilahi towfiq.